كاين سيدي إيشني نتوما جزء منا، فالحمد لله على الوباء ما لحق. هذا بفضلكم بفضل الوعي ديالكم، بكم عرفتوا أن الالتزام والحجر الصحي هما الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء. فكنطلب منكم تزيدوا تصبروا وتقعدوا في ديوركم إلين نتجاوزوا هذا المحنة. السلام عليكم. أول شيء تحية خاصة، تحية حب وتقدير واحترام لساكنة مدينة سيدي إفني، ساكنة اللي بينت على واحد الوطنية كبيرة وعلى واحد الانضباط منقطع النظير. المدينة اللي كتعتبر من بين المدن القليلة على المستوى المغربي اللي حافظت على صفر حالة إصابة بفيروس كورونا، وهذا الشيء أكيد بفضل المجهودات المواطنين والساكنة ديال هذه المدينة. أتمنى وإن شاء الله يستمروا في هذا الحجر الصحي ويستمروا في هذا الوعي. السلام عليكم، معكم زكي حنظلة من مدينة التوحة العاصمة القطرية. هاد الفيديو هادي درتها باش نوجه واحد الشكر، شكر خاص لمدينة سيدي إفني وسكان مدينة سيدي إفني لالتزامهم بالحجر المنزلي، الحجر الصحي المنزلي. وبفضل هذا الالتزام هذا ديال الناس والوعي ديال الساكنة قدروا انهم يخليوا مدينتهم بعيدة عن اي اصابة بفيروس كورونا. السلام عليكم، معكم عزيزة من اكادير. تنقول لكم بقافوا ديوركم، وصراحة كنحيي الناس ديال مدينة سيدي إفني. شفت اليوم أصلا منين بدا هذا الحجر الصحي زيرو حالة تبارك الله عليهم. أنا كنقول لكم الناس ديال أكادير عافاكم، بقاو في ديوركم باش حتى حنايا تكون عندنا صفر حالة إن شاء الله بإذن الله. معكم نور الدين هادي، مدرب محترف لكرة القدم بإيطاليا، بالضبط فريق نادي تورينو إف سي. بغيت نوجه رسالة خاصة وشكر خاص، وممكن نعتبره نموذج، هو منطقة سيدي إفني. لحد الآن يعني صفر حالة، صراحة خاصنا ناخذ هذا النموذج هذا ويكون نموذج يعني في المغرب كاملة. فتحية خاصة لكم الناس ديال سيدي إفني، وشكرا شكرا بزاف على الصبر ديالكم. نتمنى كاع المغاربة يكونوا يعني يتبعوا هذه الطريقة هذه وهذا الصبر هذا للناس ديال سيدي إفني. مدينة سيدي إفني وسجلت صفر حالة ديال انتشار وباء كورونا، وهذا كيرجع الفضل ديالو للوعي السكان وكذلك الحس المواطنة اللي كاين عندهم. كنتمنى من المغاربة كلهم ياخذوا هذا المثال، هذا مثال يقتدى به. كنتمنى انه كلنا نجلسوا في الدار في هذه الفترة، هذه فترة حرجة جدا. السلطات المختصة مددات هذه الحالة ديال الحجر الصحي باش نتوما تكونوا مزيانين وباش الصحة ديالكم تكون مزيان وباش حتى شي واحد ما يتعادى. اذا كنتمنى انه التزموا بهذا التعليمات هادو، ونكونوا نجلسوا في ديورنا. واليوم جيت ندير هاد لا فيديو هادي باش نعطي واحد الشكر خاص لساكنة ديال عمران سيدي إفني على الجهودات ديالهم المبذوله وعلى الالتزام ديالهم بهذا الحجر الصحي اللي خلانا نوصلوا في المنطقه ديال اللي تبع عمران سيدي إفني لصفر حاله. وكنشكرهم ونعاودو نشكرهم على هذا الجهد هذا. معكم أمي مقاس، درت هذا الفيديو باش نحيي الساكنه ديال سيدي إفني اللي بالفعل عبرات على الوعي ديالها وعلى المجهودات ديالها وعلى الالتزام بالحجر الصحي، لان الحدود الساعه باقي كيف ما كتعرفوا باقي ما تسجلت حتى شي حاله ديال الاصابه بالوباء. وكيف ما كتعرفوا بان هذا الوباء خطير جدا، كيشكل خطر علينا وعلى الاسر ديالنا وعلى العائلات ديالنا. وكنبغي نقول لكم زيدوا صبروا مازال، وزيدوا مازال تلتزموا بالحجر الصحي، وان شاء الله هادشي غادي يفوت. السلام عليكم، معكم ايوب بنادي لاعب اولمبيك تشيرا. كنبغي نوصل لواحد الميساج ساكنه اقليم سيدي إفني على هاد المجهودات اللي قايمين بها ومحتارمين هاد القانون اللي تعطاهم ديال الحجر الصحي. الحمد لله كما كتشوفوا الاقليم كيعرف صفر حاله من هاد الفيروس هذا، ومره اخرى كنبين الساكنه على هاد المجهودات وهاد الاحترام هذا اللي قايمين به وملتزمين بالقوانين اللي تعطاتهم. وتحيه ليهم كاملين يعني جميع الساكنه ديال الاقليم، وكنقول لهم زيدوا صبروا حتى ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وعلى جميع المسلمين والعالمين اجمعين. السلام عليكم، نور الدين من باريس كيوجه التحيه لساكنه سيدي إفني
وكيهنيهم وكيشجعهم على هاد صفر حالة اللي في مدينتهم. وكان وجهكم باش تبقاو في ديوركم تحمي راسك تحمي عائلتك تحمي جيرانك تحمي احبابك. السلام عليكم، معكم خالد من حي الجر مدينة إنزكان أيت ملول. كنبغي نشكر الساكنة ديال سيدي يفني على الالتزام ديالهم بالحجر الصحي والامتثال لقانون حالة الطوارئ. هذا الشيء الأخير اللي خلاهم الحمد لله لحد الساعة أنهم يسجلوا صفر حالة ديال الناس اللي مصابين. لهذا كان نصي جميع المغاربة أنهم يلتزموا الويوت ديالهم ويلتزموا بالحجر الصحي. مساء الخير للناس ديال سيدي يفني حاضرات وأيضا عمران. الحدود الساعة المدينة ديالكم مدينة خالية من الفيروس، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اليقظة ديالكم الالتزام التام ديالكم بإجراءات الحجر الصحي اللي عملت عليها السلطات العمومية. كنتمنى تبقاو على هذه النهج الموازات مع المرحلة الثانية من حالة الطوارئ باش المدينة ديالكم تبقى مدينة خالية من الفيروس حتى انتهاء هذا الوباء بشكل كان. في المملكة حفظ الله أهل سيدي إفني وسائر عموم المغاربة من طنجة إلى الجويره.